تحياتي لكم طالبات وطلاب مساق مناهج البحث الاجتماعي. نستكمل مع بعض في هذا اللقاء الجزء الثاني، وقد سبق أن تحدثنا عن المناهج الكمية. ننتقل للحديث عن المنهج النوعي في البحث الاجتماعي، وطبعا بخلاف اللي هو الحديث عن المنهج الكمي، من المعروف أن المناهج النوعية أو الكيفية متعددة ومتنوعة، وطبعا بيتخللها مجموعة من التناقضات في بعض الأحيان، وهذا الارتباط بتعدد المدارس الفكرية والسوسيولوجية فيما يتعلق بطبيعة القالب البحثي للبحوث النوعية. وهذا الأمر اللي أحيانا يعني بقودنا إلى اعتقاد بأنه ليس هنالك منهج نوعي واحد، بل مجموعة من المناهج تبحث في كل ما هو غير كمي، كما يبرر القناعة بأنه ليس هنالك قاسم مشترك بين الاتجاهات المتعددة في البحث الاجتماعي. دعونا نتحدث عن الأسس النظرية للمنهج النوعي، لكن قبل الحديث عن البنائية كأحد مرتكزات الأسس النظرية للمنهج النوعي، دعونا نتعرف على الافتراضات الأساسية للبنائية. البنائية بتقول انه ليس هنالك واقع موضوعي، فالعالم المادي موجود لكنه ليس متاحا امام السعي البشري، ليس هنالك حقائق مطلقة، لا تأتي المعرفة من طريق الحواس وحدها. يركز البحث على بناء المعاني وتوليدها. المعاني ليست ثابتة بل تنتج من تفاعل الناس مع العالم. المعاني لا توجد قبل تفاعل العقل معها. يبنى العالم بواسطة الناس الذين يعيشون فيه. وهي الافتراضات هي اللي بتشكل فهمنا للبنائية، اللي بترتكز على اعتقاد بعدم وجود واقع موضوعي أو حقيقة موضوعية، وأنه الواقع مبني بناء. وعلى الرغم من وجود هذا الواقع المادي، إلا أنه غير متاح للمساعي البشرية، وأيضا تتناول البنائية الوقائع والعلاقات. فمعاني يعني تتناول البنائية الوقائع والعلاقات، وهي يعني كما تحدثنا أنها غير ثابتة وقيد الاكتشاف، كما يقترح اتباع المذهب الموضوعي، وهي تبرز نتيجة الوقائع مع العالم. فالمعاني لا توجد قبل ان يتفاعل معها العقل الانساني، فليس هنالك معنى من دون عقل، حسب اللي هو البنائية كمرتكز اساسي للنظرية المنهج النوعي. بناء الواقع يعني تفسير العالم من حولنا واكتساب انطباعات ترتكز على خبرات شخصية وتفسيرات محددة ثقافيا ومتموضعة تاريخيا. وهذا بيعني انه ان ما يدركه الناس على انه واقع ليس هو الواقع، بل هو ما بنته الخبرات والتفسيرات. وبهيك بتكون البنى الجديدة افتراضية، لانها لا تتجسد في ظواهر اجتماعية فعلية، بل تمثل خيارات بين تعبيرات عن الظواهر. هذا الأمر بيعني أيضا أن بناء الواقع عملية ناشطة لتكوين عالم، والواقع الذي يعيش الناس في حياتهم اليومية هو واقع مبني، واقعهم قائم على التفسير، وليس هنالك شك في وجود الواقع الموضوعي، فهو موجود لكنه ليس في متناول اليد. لذلك فإن انطباعات الباحثين عن الواقع عندما يستمعون إلى المبحوثين وهم يتحدثون عن حياتهم هي بناءات واقع المبحوثين المبني بناء، وهي بذلك انطباعات واقع أعيد بنائه.
تشتمل عملية يعني بناء الواقع على فكرة رئيسية هي التواصل الذي لا يقتصر على مجرد تبادل المعلومات، والتواصل هو عملية انتقائية لتوليد المعنى في السياقات الاجتماعية. وهذا الأمر بيتضمن ثلاث عناصر أساسية: اختيار المعلومة، اختبار الشكل الذي سننقلها به إلى الآخرين، اختيار فهم هذه المعلومة. التوليد الفردي والجمعي للمعاني، الناس بيختلفوا في مدى توليدهم للمعاني في أثناء تفاعلهم مع الأشياء. من ناحية تقوم الذوات بإضفاء هذه المعاني في كل مرة تتعامل فيها مع موضوع، وهذه فكرة طبعا تعرضت للنقد من أتباع البنائية ومن غيرهم. أما الفكرة الأكثر قبولا فتقول إن إضفاء المعاني يتسم بمساعدة آليات ثقافية كالتنشئة الاجتماعية مع الآخرين، حيث يتعلم الناس مع معاني في الأشياء، وفي هذه الحالات يرتكز بناء المعاني على تفسيرات وخبرات شخصية محددة ثقافيا ومتموضعة تاريخيا. هذا الأمر بيتضح في البنائية الاجتماعية اللي بتعترف بمساهمة الأفراد في عملية بناء المعنى، ولكنها تركز أيضا على الدور المهم الذي تقوم به الثقافة والمجتمع في بناء المعاني من خلال التنشئة الاجتماعية. ببساطة يمكن القول أن الأفراد لا يحددون أسماء جديدة ولا يعطون معاني جديدة للأشياء، لأن المعاني تتولد كلها وهي متوافرة في الثقافة التي تبني هذه المعاني وتنقلها، حيث تشارك وتبنى اجتماعيا كما يحافظ عليها ويعاد بنائها من خلال التفاعل. التفسيرية أيضا بتظهر يعني عملية يعني تظهر عمليتا اللي هو البناء وإعادة البناء بالمدخلات الشخصية. فالحياة في عالم اجتماعي تحتم على الموضوعية والعقلانية أن تتحول إلى مفهومين نسبيين، والعملية الرئيسية التي تسهل البناء وإعادة البناء هي التفسير. هذا بيتطلب تقويما تأمليا وانطباعيا للانطباعات التي أعيد بنائها عن العالم، كما يحتاج إلى تكامل العمليات الفعلية في سياق عام. التفسيرية تبحث أو التي تجرى في البحوث النوعية أو التي تجري البحوث النوعية في إطارها تبحث عن تفسيرات للحياة الاجتماعية مشتقة من الثقافة ومتموضعة في التاريخ. وهذا الأمر احنا بنلاحظه من خلال كتابات ماكس فيبر اللي يعني اهتم بمعنى وفهم الحياة الاجتماعية، وآخرين ضمن الفهم موقفا تفسيريا في مقابلة الشرح الذي يركز على السببية. في هذا الإطار يعني مصطلح التفسير التشديد على توليد المعاني وتعلم وجهات النظر الخاصة بالفاعلين أو المعاني المحلية بمعنى آخر. عملية الفهم ترتبط بوجهات نظر البشر وآرائهم وإدراكهم كما يمارسونها ويعبرون عنها في حياتهم اليومية. وهنا يكون الباحث النوعي مهتما بالمعنى الذاتي، أي الطريقة التي يفهم بها الناس عالمهم ويضفون المعاني على الأشياء. قد يكون الباحث مهتما بما يعنيه الطلاق للأطفال أو بما يعنيه عمل المرأة في عمل معروف تقليديا للرجال. ومن الطريقة التي تستخدم في مثل هذه الحالات المقابلات المكثفة أو السردية وتحليل المحتوى، ويلاحظ وجود تشديد واضح للمعنى الذاتي في البحوث التي ترتكز على التفاعلية الرمزية والظاهرية كاتجاهات حديثة في مجال البحث الاجتماعي. كثير ما يتجاوز الباحث النوعي تعريف المعنى الذاتي ليستكشف عمليات بناء مواقف اجتماعية وبنى يومية توجه وجهات النظر والآراء
الشخصية وتشرحها وتركز على أسلوب إنتاج البنى الاجتماعية بشكل أساسي. ما هي العناصر الأساسية للبحث الاجتماعي النوعي؟ من الواضح أنه في إطار دراستنا للخلفية النظرية للبحث النوعي أن هنالك طبيعة تركيز البحث على طريقة بناء المعرفة، وهذا الأمر اللي ممكن إحنا نستكشفه من خلال الفروق بين البحث الكمي والبحث النوعي. مثلا في ما يتعلق بإدراك الواقع، الباحثون النوعيون بينظروا إلى الواقع على أنه ذاتي مبني بناء ومتعدد الجوانب ومتنوع، ويدرك الواقع عند هؤلاء عقليا لا من خلال الحواس على طريقة البحوث الكمية، وهو يكمن في عقول الناس الذين يبنونهم. لذلك فكل فرد يبني واقعه الخاص به الذي يكون ذاتيا، وهذا يعني أن الواقع يتعدد بتعدد الأفراد. على صعيد إدراك البشر، يحتل العنصر البشري في البحث النوعي موقعا مركزيا، فالناس هم الذين يوجدون أنظمة معاني الحوادث التي بها يبنون الواقع. على صعيد طبيعة العلم، في هذا السياق يخصص للعلم باعتباره وسيلة لتحصيل المعرفة دور ثانوي، ويؤكد الباحثون النوعيون على الأساس لشرح حياة الناس وفهمها ليس للعلم كما هو في البحث الكمي، بل الحس المشترك أو الفهم الشائع. وبهذه الطريقة يصبح من الممكن التقاط المعاني التي يستخدمها الناس لجعل حياتهم ذات معنى. المقاربة المستخدمة هي مقاربة استقرائية تنتقل من الخاص إلى العام، من الملموس إلى المجرد. صعيد العلم ليس مقننا بل رمزيا، أي إنه يمثل الواقع رمزيا بشكل وصفي. لا تنتج المعرفة من الخبرات الحسية فحسب، والأهم منها هو فهم المعاني والتفسيرات، كما لاحظنا أن البحوث النوعية ترتكز على عمليات الفهم والتفسير. العلم ليس خلوا من القيمة والحيادية غير ضرورية وغير ممكنة. هاي المسائل اللي يعني مهم ناخدها بعين الاعتبار كباحثين اجتماعيين في إطار البحث عن أنظمة المعاني التي يستخدمها الفاعلون لتكوين معنى لعالمهم الذين يعيشون فيه. بالنسبة لهدف البحث الاجتماعي، أو يعني قبل الدخول للهدف في البحث الاجتماعي، ممكن نلاحظ في الجدول اللي أمامنا مقارنة بين المنهج الكمي والمنهج النوعي. من حيث الواقع بنلاحظ أن المنهج الكمي موضوعي خارجي موجود يدرك بالحواس، يدركه الجميع بالطريقة نفسها، تحكمه قوانين كونية، يرتكز على التكامل. بينما المنهج النوعي ذاتي في عقول الناس، لا يدرك بالحواس وحدها، متنوع يدركه الناس بطرائق مختلفة، يشكل ويبنى، غير موجود يفسره الناس بطرائق مختلفة. لو جينا من زاوية البشر كمعيار، بنلاحظ انه المنهج الكمي بيقوم على افراد عقلانيون يخضعون لقوانين خارجية ليست لهم ارادة حرة، بخلاف ذلك المنهج النوعي يشكلون عالمهم الخاص بهم، يضفون معنى على عالمهم، لا تقيدهم قوانين خارجية، يوجدون أنظمة للمعاني. العلم في المنهج الكمي بيرتكز على قواعد وإجراءات دقيقة وصارمة، استدلالي بطبيعته، يعتمد على الانطباعات الحسية، موضوعي وحيادي. أما في المنهج النوعي يرتكز على الحس المشترك والعقل، استقرائي يعتمد على التفسيرات، ذاتي وغير حيادي. على صعيد البحث الاجتماعي بيستخدم في المنهج الكمي الطرائق الكمية،
يهدف إلى شرح الحياة الاجتماعية، يهدف إلى التنبؤ بمجريات الحوادث، يهدف إلى اكتشاف دروب الانتظام الاجتماعية. بينما على صعيد المنهج النوعي يستخدم الطرائق النوعية، يهدف إلى تأويل الحياة الاجتماعية، يهدف إلى فهم الحياة الاجتماعية، يهدف إلى اكتشاف معاني البشر. بالنسبة للهدف المرجو من البحث الاجتماعي النوعي، بنلاحظ أنه بيساعد الباحثين في تفسير وفهم الأسباب التي دفعت الفاعلين إلى القيام بأفعالهم الاجتماعية، الطريقة التي يبنون بها حياتهم والمعاني التي يطلقونها على جوانب حياتهم المختلفة، وأيضا اللي هو السياق الاجتماعي للعمل الاجتماعي. وفي هذا السياق بنقول انه من المهم ليس الافعال المجتمعيه الملحوظه، بل المعنى الذاتي لهذه الافعال. وفي هذا السياق احنا كنا تحدثنا عن اهم ميزات المنهجين السيادين في العلوم الاجتماعيه من خلال احداث المقارنه بين المنهج الكمي والمنهج النوعي كما ذكرنا قبل قليل. النماذج الإرشادية النوعية. المنهج النوعي ابتدأنا حديثنا بالقول بأنه متعدد، وهذا بيظهر مش فقط في طرائق إجراء البحوث، بل في تنوع النماذج الإرشادية المرتبطة باستراتيجية البحث. وبما أن هذه النماذج تتضمن مبادئ أنطولوجية وإبستيمولوجية، وبما أننا ناقشنا هذه المبادئ سابقا، لكن إحنا بهمنا أن نتوقف عند نموذجين إرشاديين في هذا السياق، هي التفاعلية الرمزية من ناحية، وأيضا الظاهرة تية. التفاعلية الرمزية طبعا تنسب لعالم الاجتماع وعالم النفساني هيربرت ميد، اللي بينتمي إلى مدرسة شيكاغو. ومن الأفكار الرئيسية لهذه النظرية بشكل أساسي، تتشكل الحياة الاجتماعية وتستمر وتتغير المعاني الأساسية التي ترتبط بها عبر تفاعل الناس فيما بينهم واستجابتهم بعضهم لبعض على أساس المعاني التي يضفونها على عالمهم. فتصبح الحياة الاجتماعية والأشياء ذات دلالة عندما يضفون معاني عليها. يعبر عن الحياة الاجتماعية برموز، واللغة هي أهم نظام رمزي فيما يتعلق بالتفاعلية الرمزية. البحث الاجتماعي بيهدف إلى دراسة بناء أو بنية الأنظمة الرمزية ووظائفها ومعاني. أفضل طريقة للبحث الاجتماعي هي الطريقة الطبيعية التي تتضمن الاستكشاف والتفتيش. الاستكشاف بيهدف إلى دراسة ميادين جديدة، والبحث عن تفضيلات وتقديم فهم واضح لسؤال البحث، وأي طريقة قد تكون مفيدة هنا. أما التفتيش فهو طريقة تحليلية تتضمن عملية اختبار مكثفة ومركزة، وأطلق بلومر على هذه الطريقة اسم الاستبطان المتعاطف. تعتمد البيانات والتفسيرات على السياق والعملية، وينبغي أن نتأكد من صحة البيانات والتفسيرات ونصححها كلما دعت الضرورة. تتشكل معاني في التفاعل الاجتماعي، ومن خلاله ويكون تعلمها من خلال التفاعل وليس بأي طريقة أخرى. تستخدم المعاني وتشكل وتدار من خلال التفاعل. وهذا الاشي اللي بنشوف في الإطار الأمامنا اللي بيتحدث عن عناصر التفاعلية الرمزية. يتصرف البشر إزاء الأشياء وفقا لما تعنيه لهم. تنبثق معاني هذه الأشياء من تفاعل البشر مع بعضهم البعض. يتعامل البشر مع هذه المعاني ويعدلونها من خلال عملية تفسيرية يستعملها كل فرد في التعامل مع الأشياء التي يواجهها. يختار الفاعل المعاني ويتحقق منها ويؤجلها ويعيد تصنيفها ويحولها وفقا للموقف الذي يوجد فيه وباتجاه الفعل الذي
يقوم به، تستعمل المعاني وتراجع بصفتها أدوات لتوجيه الفعل وتكوينه. على صعيد المدرسة الظاهراتية في النظرية والبحث الاجتماعي، واللي هي طبعا هذه بتمتد إلى تاريخ فلسفي طويل، بتظهر مساهماتها في المنهجية النوعية من خلال اللي هو إيجازنا للقضايا الثالية، وخاصة فيما يتعلق بالبحث النوعي، بأن الظاهرية تقول أن هنالك عالم موضوعي لا ينقسم الواقع إلى موضوعات وزوات، نحن نختبر العالم الموضوعي ويصبح واقعا حقيقيا من خلال الوعي لا من خلال الحواس. حالة الوعي تعني الوصول إلى الواقع ومعرفته، وهذا ما يسمى القصدية، وخاصة عند الفيلسوف هوسلر. تصل المعايير الاجتماعية إلى البشر من دون أن يكونوا واعين بها، وهي توجههم إلى رؤية العالم وتفسيره، وهم يتبعون هذه المعايير من دون استفسار، وهذا ما يسمى بالموقف الطبيعي. يمكن تحييد هذا الموقف الطبيعي من خلال عملية الوضع بين أقواس، أي من خلال فصل المفاهيم المسبقة وتجاهل التعليمات الثقافية والأنساق الرمزية والمعاني، واستعمال الحدس والبنى والمعاني الكونية والرجوع إلى الأشياء نفسها. هوسلر طبعا أطلق على هذا الأمر اسم الإرجاع على ظاهرة تعليق القواعد والأحكام السابقة. ما هي ميزات البحث النوعي؟ قلنا أنه للبحث النوعي ميزات رئيسية، عرضنا جزء منها، لكن يعني هذه الميزات التي يعني أوردها معظم الباحثين فيما يتعلق بموضوع البحث النوعي، تتعلق بأنه البحث النوعي من ناحية كونه طبيعي، هو عملية بحث تجري في وضع طبيعي متركزة على ميدان البحث. دينامي، يعني يركز على العمليات الجارية في الأوضاع وخصائصها البنيوية، ويحاول أن يدرك الواقع وهو في حالة من التفاعل من خلال التواصل والتكيف، التواصل المكثف مع الميدان. متمركز على الذات، يصف عالم الحياة من الداخل إلى الخارج، أي من وجهة نظر الزوات. يقدم معلومات مفصلة، يقدم أوصافا دقيقة، ويسمح بدخول البناءات الاجتماعية الذاتية للناس، ويقدم المعلومات التي يجري جمعها بشكل منفصل وكامل، لا على الشكل أرقام وصيغ كما هو في البحث الكمي أو التحليل الإحصائي للبحث الكمي. معياري، يستخدم طريقة بحث تزخر بالقيم. بنائي، يفترض أن العالم الاجتماعي من صنع البشر وليس اكتشافه. يتأثر بالسياق، يركز هذا المنهج على السياق، يهدف بهدف الحصول على تصور له ولمنطقه وترتيبه وقواعده الظاهرة والباطنة. انعكاسي، بمعنى يدرس الوعي الذاتي للباحث. منفتح، يركز على مبدأ الانفتاح ويدخل الميدان من دون أي أفكار مسبقة أو أنماط أو نماذج مكونة سابقا، وليس له تصميم دقيق وصارم، ولا يضع فرضيات، وليست هنالك قيود على موضوعي أو نطاقي أو إجرائي. مرن، يكون التقويم وطريق البحث وعملياته قابلة للتغير. تقمصي، يسعى إلى فهم الناس لا إلى قياسهم. تواصلي، يركز على التواصل الذي يعد عملية انتقائية لتوليد المعنى في السياق الاجتماعي. ذاتي، يقدر ذاتية الباحث والتزامه الشخصي وهو ضد الموضوعية. تفسيري، يهتم بالتقويم التأملي للانطباعات التي أعيد بنائها عن العالم.
كلي يركز على دراسة موضوع البحث كاملا، استقرائي ينتقل من البيانات الخاصة إلى المقولات والنظريات العامة، محدود النطاق يدرس عددا قليلا من البشر. مع حديثنا عن هذه الميزات للبحث النوعي، لكن هذا لا يمنع من وجود مجموعة من الانتقادات اللي وجهت إلى البحث النوعي، وأبرزها طبعا فيما يتعلق بالفاعلية. لا يستطيع البحث النوعي في دراسة العلاقات بين متغيرات بدرجة من الدقة تكفي لبناء اتجاهات اجتماعية أو لتوجيه السياسات الاجتماعية. التمثيل، يرتكز البحث النوعي على عينات صغيرة ولا يخرج بنتائج تمثيلية كبيرة. القابلية للتعميم، بما أن الدراسات النوعية غير تمثيلية فإن نتائجها غير قابلة للتعميم. الموضوعية، لا يضمن منهج البحث النوعي الموضوعية، ولذلك تكون نتائج غير مؤكدة. الصدق والثبات، إجراءات البحث وبناه لا تضمن صدق طرائق البحث وثباتها. التفسيرات، ليست هنالك طريقة تضمن سلامة فهم الباحث للمعاني والتفسيرات الحقيقية لأفراد الدراسة. القابلية للمقارنة، لا تنتج الدراسات النوعية بيانات تسمح بمقارنتها ببيانات أخرى. إعادة التطبيق، إن طبيعة هذا المنهج الذاتية والفردية لا تسمح بإعادة تطبيقه. الأخلاق، إن طبيعة البحث اللي تتطلب التواصل مع المبحوثين عن قرب قد تؤدي إلى مشكلات أخلاقية. وأيضا جودة البيانات، إن طبيعة طريقة جمع البيانات تؤدي إلى إنتاج كمية هائلة من المعلومات الغير مفيدة. غياب الإجراءات البحثية الصارمة، وأيضا الوقت، يتطلب البحث النوعي وقتا طويلا، والتكلفة، يعد البحث النوعي نسبيا مكلفا جدا. هذا اللي ممكن احنا ايضا نلاحظه من خلال طبيعة البحث الكمي والبحث النوعي. البحث الكمي بيفصل الباحثين عن الواقع، النوعي بيضع الباحثين بالقرب من الواقع، الكمي بيدرس الواقع من الخارج، النوعي يدرس الواقع من الداخل، الكمي يستخدم طرائق مغلقة لجمع البيانات، يستخدم النوعي طرائق مفتوحة، يستخدم الكمي تصميم بحث ثابت، بخلاف ذلك البحث النوعي يستخدم اللي هو تصميم مرن، يلتقط صورة ساكنة للعالم، يلتقط العالم في حالة من التفاعل والتواصل، يستخدم طرائق علمية إحصائية، يستخدم طرائق طبيعية كما ذكرنا سالفا، يحلل بيانات بعد جمعها فحسب، يحلل بيانات في أثناء الجمع وبعده، يختار طرائق البحث قبل الدراسة، يختار طرائق البحث قبل وفي أثناء الدراسة، ينتج بيانات كمية مفيدة، ينتج بيانات نوعية مفيدة. وفي إطار الرد على الانتقادات التي تم حديثها فيما يتعلق بالفاعلية والتمثيل والقابلية للتعميم والموضوعية والصدق والثبات والتفسيرات والقابلية المقارنة وإلى آخره، بنقول إنه هذه النقاط خاصة بطبيعة هذا النوع من البحث، ويجب اعتبارها في سياق نقاط قوة لا نقاط ضعف. كثير من الأوجه التي تضمنها الانتقادات التمثيل والصدق والثبات هي مفاهيم مختلفة وليست أدنى مستوى من مثيلات في مناهج بحث أخرى. على سبيل المثال، يسعى البحث النوعي إلى مراعاة الصدق والثبات، لكن بطريقة تختلف وليست أدنى عن المفاهيم نفسها في البحث الكمي.